خوتي اخواتي الاعزاء، انا نهضر على ذاك المرحوم اللي مات بمدينة الدار البيضاء في السجن ديال عكاشة. كيفاش وعلاش وبحالاش هاد المرحوم هذا؟ سميتو سفيان، تعتقل عنده 15 عام ونص، تضرب 10 سنين للحبس. هي قانونيا خصو يمشي للإصلاحية ماشي للبيبي، ومن دار 18 عام بقاو كيديوها للكارسيات. هنا خوتي خواتاتي الأعزاء، شي تيقول من مات تمو ضرب راسو مع الكرياج، مع الكريا قال تفرح راسو. شي تيقول كلا حجر الراديو وخنقو، شي تيقول دار الحبل. مونك هادو دارهم بثلاثة، ومن دارهم بثلاثة هزو طرون صفير. صباح الخير أولاد الخير، أصبح الورد فوق الأرض. أخوتي المغاربة العزاز اللي خارج أرض وطن وداخل أرض وطن، من طنجة حتى القويرة والوليد لاباس. خوتي هاد المرحوم هذا سفيان مسكين، أن نشوفوا هاد الواقعة ديالو كي دايرة، ونوروا الرأي العام بحكم تجربة. حنايا أنا تعتقلت شي 17 خطرة في السجن. المهم نعودكم هذاك الشيء اللي شفت في السجن اخوتي. وكيطرى لهاد سفيان هذا، هاد سفيان كان عنده مشاكل، عنده مناسيب، تضرب 10 سنين، 10 سنين خصو يمشي للبيبي. ها خص ماشي للبيبي، خصو يمشي للإصلاحية، تيدير 17 عام وينقلوه. المهم هما داو ديريكت للعكاشة، داو العكاشة ضرب هذاك الدري 5 سنين. هو نيت عنده 15 عام ونص، ولات عنده نقولوا 21 عام. شحال قتلو د الحبس؟ قتلو 5 سنين يخرج. مات باه هو في الحبس، ولات مات تمو هو في الحبس. من مات تمو هاد الايامات هادي راكم عارف الوالده خص لي واسي، ضرب راسو مع الكريه فرحه. بغيت امي، بغيت نشوف الوالده، بغيت نخرج نشوف الوالده ولي وردوني. مهم منع هاد رئيس المعقل كان يواسي، كان يواسي ولدي راه كنا ليها، ويخرجوا كاع يخدم، يقولوا قرا التكوين باش دير على من تولي. ها الوالدين مشاو ودابا حنا هما والديك، ويعطيه يهضر في التليفون. هما رئيس المعقل اللي كنعرف انا. خوتي خواتاتي العزاز، سفيان ولات كتجي عندو خالته، يعني ماشي بحال امو، ماشي بحال ام الحنينه، كتجي عندو خالته ولا تجي عندو مرة في الشهرين، مرة في 3 شهور، فهمتيني؟ ولا صونالة ولا كانت خالتو غادا عند ولدها عاد تمشي عندو. الدري تألم، مبقاش الدخيرة اللي كانت تدخلو مو مسكين، تألم الدري. هاد رئيس المعقل قالو ما كنتفر عنا راسنا. داك النهار كريتي الحجر د الراديو، ونقدناك الداد ديالنا موش كيقدو قداش. دابا فرعتي راسك اللي تقليدو على السجانة. هذاك الموظف قالك مينطو، والسيد مضروب في راسو راه ضروري يدير المصحة. المهم داو المصحة جاب مينطو، علاش؟ ضرب راسك، دارلو محاولة انتحار، كتب بيه، قالك بقى كيزمتو، ديما تيخرج يعطيه 45 يوم دالكاشو. والكاشو لبغي يضرب راه خص لي يشهد فيه، وخص الالتزام، والكاشو تمشي الرابور عند وكيل الملك بينا بلا في الكاشو. وعلاش وعلاش؟ وخص السجناء يشهدوا فيه. المهم ما يجيش يزفطوا الكاشو اخوتي، الكاشو عنده قانونه، ما خاطرت العائله ديال المرحوم ما تيقتهمش. بقى هكاك زامتو قالك رئيس المعقل، وانا تعرف رئيس المعقل منو المدير، ورئيس المعقل تحكم الكارتيات كاملا. ان شكون اللي معاك في الكارتي؟ معاك شاف بوست وجوج الموظفه وجوج بالليل، هي 5، نقولوا 6. شاف بوست كاين الشاف وكاين الكابران وكاين 4 الموظفه تيتناوبوا، شي تيقبط الليل شي تيقبط النهار. والكابران الشاف ما تيقبطش بيرمانانس، شاف بوست.
وشاف بوست هو اللي تيأمر برئيس المعقل، ورئيس المعقل عنده الزبانية ديالو بريغاد. ند هاد الشاب هذا راه طيحوه للقتلة، أمو ماتت فهمتيني، كلا قالك حجر الراديو وسخلو. هادي هي القرار ديال الإدارة ديال السجن، المندوبية ديال السجن كتقول قرار داروا له كلا الحجر ديال الراديو. هذا هو الانتحار ديالهم في الحبس باش يوسخ الرية وتخنق ويموت. نقدوه غسلولو ولا قال لك اخوتي ضرب راسه مع الكرياج، ولا قال لك في التالي مات بالمشنقة، قال لك عينو بلات. علاش ان راه كنبغى بنادم يتخنق، راه الدم كطرطق، الفزان تيخرج، العين تخرج، داك انت مشي في راسك. ولكن هاد الإدارة السجون ما عجبكم السيد مات تما والآلام وكذا، صيفطوه ترونسفير، صيفطوه ترونسفير، ما عجبكم صيفطوه الحبس خور ديال تولال جوج مكناس، ولا صيفطوه الميمون البرقي، ولا صيفطوه لقلة الصراغنة مراكش. المهم هذاك الدري كنتو تحيدوه من ذاك السجن باش تخليوه تما تيتعذب. أما هو الضرب في الحبس كاين الضرب، تيعلقو بنادم في الحمام، تيمشي بنادم تيجي جن، تيبوطوه فهمتيني، تيبوطوه. إنه مكتبقاش على حساب داركم، علاش مكتيقولك سني على أحكامك، ديك الساعة باش تسني على أحكامك، إما تموت إما تعيش إما كدا، ولا أنت ساني فهمتيني، كتقولي على حسابهم، هاديك هي دارك كتقولي. لمتي هما اللي تيجيبو الطبيب الشرعي يدوز لك باش متي كدا، مكتبقاش على حساب مالين داركم فهمتيني اخوتي خواتاتي الأعزاز. وكمل هاد السيد هذا كلا الحجر ديال الراديو وخرجو ينعس في السبيطار برا، اللي كتقولو نتوما الحجر ديال الراديو، علاش ما نعش في السبيطار برا؟ علاش ما قالتهاش عائلتو؟ علاش ما قالتهاش عائلتو؟ موت حجر ديال الراديو ومن ضرب راسو مع القرية، خرجوه لعند عائلتو من فروع، خرجوه للطبيب السيفيل. وقفل السجانة قالك جي فراسو بالسلبة، شاكين.